بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بيكم في 90 دقيقة. بالنسبة للصراع الشرس على مقعد الرئاسة، ما زالت المفاجآت تتوالى على الساحة السياسية رغم اغلاق باب الترشح، وما زالت الاتهامات تلاحق المرشحين الكبار، وكان من اخرهم النهاردة اللواء عمر سليمان اللي بيتردد ان زوجته سورية الاصل، وان اسرائيل بتؤيد بقوة وصوله للحكم في مصر. واستند منافسه عمر سليمان في هذا الشأن لكلام بنيامين بن إليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، اللي قال إن عمر سليمان هو أفضل من يتولى رئاسة مصر، وإن الإخوان إذا حكموا مصر هيهددوا معاهدة السلام مع إسرائيل. الحقيقة موضوع اللواء عمر سليمان يمكن واخد حيز كبير جدا بعد القنبلة اللي أطلقها هو شخصيا عندما أعلن ترشحه. المعلومات المتوفرة والمعلومات الجيالي النهاردة بتشير إلى أن فكرة ترشح عمر سليمان كانت في البداية، يمكن أنا قلتها في الأول خالص لما جت لنا بعض التسريبات الصحفية أنه هيرشح نفسه، وبعدين مسؤولين كلموه وقال لهم أنه هو مش ناوي يرشح نفسه، أنه هو خايف على أولاده وبناته، خايف على أحفاده من فكرة أنه هو يترشح. لكن الجميع فوجئ أنه هو مرة واحدة أطلق القنبلة من العيار التقيل وقال أنا هرشح نفسي. هذا الكلام كان بعيد يبدو عن المجلس العسكري، واللي بيأكد هذه المعلومة بالنسبة لنا أن اللواء عمر سليمان بعد ما أعلن ترشيحه لنفسه في انتخابات الرئاسة طلب أنه يلتقي بالمشير محمد حسين طنطاوي وبالسيد رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان وقعد معاهم. والتسريبات الصحفية بتقول أن هذا اللقاء كان لقاء فاتر، وان سليمان لما طلب من المجلس العسكري ممثلا في المشير وفي رئيس الاركان دعمه، يبدو ان الاجابه كانت بالنفي، او كانت يعني على ما يعني ما يقال انها كانت على اعتبار ان المسافه سوف تكون ثابته بين جميع المرشحين. المعلومات اللي جايه لنا بتقول ان المجلس العسكري بيحاول يؤكد ويغسل ايده تماما من فكره انه يقف وراء دعم عمر سليمان في ترشحه لانتخابات الرئاسه. والمعلومات دي تستند إلى فكرة أن المجلس العسكري حساباته إذا ما ترشح سليمان فده بيعود بالبلاد إلى يوم 10 فبراير 2011 عندما أوكل له حسني مبارك الرئيس المخلوع إدارة شؤون البلاد، والشعب رفض هذه الفكرة وخرجت الجماهير تطالب بقيام مبارك بالتنحي عن السلطة. هذه المعلومات وفكرة اللقاء اللي دار، وهذه المعلومات مؤكدة أن هناك لقاء دار بين المشير طنطاوي وبين عمر سليمان، هذه معلومات مؤكدة، وفكرة رفض المجلس العسكري دعم سليمان تعطي انطباعا إذا لم يكن عمر سليمان هو مرشح المجلس العسكري، وأن المجلس العسكري بينفي أن ليه مرشح، والنهاردة المشير طنطاوي طلع تصريحات قال فيها أن هم بيقفوا على مسافات ثابتة مع الكل، لكن بالتأكيد جوانا احنا كشعب هواجس. طب من هو مرشح المجلس العسكري؟ من هو الذي سوف يحظى بدعم المجلس العسكري رغم نفي المجلس العسكري للفكرة، وبعد استبعاد أن يكون عمر سليمان هو مرشح المجلس العسكري؟ عموما اللغط الدائر حوالين اسم عمر سليمان، والنهاردة كمان المفاجأة اللي أطلقها النائب عصام سلطان عندما طلب بعمل قانون يمنع المحسوبين على نظام حسني مبارك من الترشح، سواء عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق أو السيد عمرو موسى. كل دي معلومات بتدينا انطباع أن احنا مقبلين على صراعات قوية جدا الفترة القادمة. كل ده بيدينا انطباعات أن الساحة السياسية هتشهد متغيرات كثيرة جدا، أتمنى أن هذه المتغيرات تكون في النهاية لصالح المواطن المصري، لأن احنا عايزين نوصل في الآخر إلى عقيدة أو يقين. إذا ما انتهت الأمور والمحكمة أو اللجنة العليا للانتخابات أقرت مبدأ خلاص هم دول أسماء المقبولين، بعد بقى قوانين ما تطلع قوانين منع الفلول، تطلع قوانين تانية، المحكمة تحكم وتقول إن ده زوجته سورية ولا ده والده قطري ولا ده والده إيه، والكلام اللي إحنا قاعدين نسمعه كل يوم وكل يوم، يعني مش عارفين، الواحد شك في نفسه، مش عارف بكرة يطلع هو نفسه جنسيته إيه، لكن مش ده موضوعنا، لكن المفترض إن إحنا بعد ما نوصل في الآخر إلى يقين تام إن دول المرشحين المقبولين اللي اللجنة العليا قبلتهم مستوفين الشروط بالكامل، لازم نحترم فكرة الديمقراطية بجد. يعني لازم نحترم فكرة ان اللي هيجيبه صندوق الانتخاب حتى لو احنا كنا مختلفين معاه، لكن لازم نحترمه، وإلا هنفضل في صراع وصراعات مستمرة جدا بحكم بقى ان انا مش راضي عن اللي جه ولا جه. فانا اتصور ان ده هو الحل الامثل، ان نقبل بعض او ان نقبل المرشح المنتخب في النهاية حتى لو كنا نختلف معه.
على اي حال احنا النهارده هيكون معانا لاول مره في 90 دقيقه وعلى شاشه المحور المهندس خيرت الشاطر في اول ظهور تلفزيوني مصري ليه بعد اعلان ترشحه للرئاسه، وفي حوار صريح شامل بلا اي محاذير او خطوط حمراء هيتكلم فيها المهندس الشاطر معانا في كل شيء، ليه رشح نفسه وعنده ايه يقدمه للمصريين اذا وصل لحكم مصر، والمخاطر المحتمله اللي ممكن تهدد العمليه السياسيه في مصر اذا ما جمع الاخوان في ايديهم كل السلطات. وبعد حوارنا مع المهندس خالد شاطر هنتقابل كعادتنا كل يوم اثنين مع الداعية الشاب مصطفى حسني، وهنواصل معاه حواراتنا حول التجربة العمرية في بناء الدولة المدنية تحت شعار الشعب يريد رئيسا عمريا. تعالوا نشوف اولا نشرة احوال مصر ومصر حصل فيها النهاردة، وبعدها هنستقبل المرشح للرئاسة المهندس خيرت الشاطر. الدكتور محمد البردعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عاد اسمه اليوم فجأة وبقوة على الساحة السياسية، حيث أعلن رسميا عن بدء تأسيس حزب الثورة كنوات لإئتلاف وطني يضم كل القوى المدنية في مصر. اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلنت قائمة مبدئية بالمرشحين لرئاسة الجمهورية وعددهم 23 مرشحا، على أن تبدأ اللجنة غدا في تلقي الاعتراضات والطعون على المرشحين. لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت بالإجماع على التعديل المقدم من عصام سلطان عضو مجلس الشعب على قانون إفساد الحياة السياسية لينص على استبعاد أصحاب الوظائف القيادية بالحكومة والرئاسة ونواب الحزب الوطني المنحل خلال السنوات الخمس الأخيرة لنظام مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية أو تولي حقيبة وزارية لمدة 10 سنوات. المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة قال إن الطعن الذي تقدم به الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على حكم إقصائه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هو غير قانوني ولن يتم الالتفات إليه، مؤكدا أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه. المرشح لرئاسة الجمهورية المهندس خيرت الشاطر عقد أول مؤتمر صحفي له اليوم، وأعلن خلاله انطلاق حملته الانتخابية تحت شعار النهضة إرادة شعبية، واعتبر أن إعلان اللواء عمر سليمان ترشحه رسميا للرئاسة إهانة للثورة. راديو الجيش الإسرائيلي نقل اليوم عن بنيامين بن إليعازر عضو الكنيسة الإسرائيلي أن مصلحة إسرائيل تقتضي ترشيح مدير المخابرات المصرية السابق عمر سليمان للرئاسة. للمرة 14 منذ بداية الثورة فجر مجهولون خط الغاز المؤدي إلى إسرائيل غرب مدينة العريش بالقرب من منطقتي المساعيد والزهور. نيابة مدينة نصر بدأت التحقيقات في المعركة التي نشبت مساء أمس بين العشرات من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر وصاحب مقهى وأنصاره عقب مباراة الأهلي والبن الإثيوبي، والتي أسفرت عن إصابة 64 من الطلاب وأفراد الشرطة وأنصار صاحب المقهى. وسط إجراءات أمنية مشددة استأنفت محكمة جناية جنوب القاهرة نظر قضية موقعة الجمل وسط مشادات كلامية بين الأمن والمحامين وأهالي المتهمين والإعلاميين الذين تم منعهم من الدخول، بعدما نص قاضي الجلسة أمس على أن الحضور يقتصر على محامي المتهمين فقط. محكمة جناية القاهرة قررت إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة على خلفية اتهامه بالضلوع في أحداث الشغب والمصادمات التي اشتهرت إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء. سائق القطارات رفضوا فض إضرابهم الذي بدأوه صباح اليوم في محطة مصر برمسيس للمطالبة بصرف بدل مخاطر 60% على الراتب الأساسي واحتساب 8 أيام إجازة رسمية شهريا بدلا من 4 أيام. مصلحة الضرائب العامة وقعت اليوم اتفاقا مع الحكومة الأيرلندية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع تهرب رجال الأعمال الأيرلنديين والمصريين من التهرب الضريبي في القاهرة ودبلن. مؤسسة مصر الخير وأكاديمية البحث العلمي أطلق اليوم مبادرة جديدة بعنوان حلولنا بعقولنا لتمويل 8 مخترعات كبرى وتحويلها إلى مشروعات صناعية منتجة بتكلفة تصل لحوالي 2.5 مليون جنيه.
تحت عنوان الجهاز المركزي للمحاسبات بين التبعية والاستقلالية، نظم عدد من العاملين في الجهاز مؤتمرا بنقابة الصحفيين طلبوا خلاله بأن يكون اختيار رئيس الجهاز بالانتخاب ورفض مشروع القانون الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب من أجل تعديل القانون الذي ينظم عمل الجهاز في مصر.